بلدنا اللي نستعده من خلال وطننا تونس. يعني صعبة صعبة جدا، ويعني الناس يعني كانت قاسية يعني بشكل غير عادي. أنا شفت أنت شعب تونس شعب جميل شعب رائع، وكنت اتصالاتي بالعائلة اتصالات كل ما أشوف الأخبار كل ما واحد يتوتر ويكون عقله في ليبيا. عملت أنا العرس بتاعي هنا في بنزرت، خلاص صورة بنزرت. شنو تعلمت تحكي بالتونسي؟ شنو تعلمت الطيب أكلية تونسية؟ شنو حفظت أغاني؟ لا نعرف أغاني الزمان يا عم الشفور ولا وما يسالش ما يسالش علي. تعلمت طيب أكلية تونسية ولا والله شوي شوي. شنو يعجبوك الأكلية التونسية؟ والله يعجبني الكفتاجي الشبغتي. في حاجة نشكر الناس بنزرت وبالاخص سوق الحوت هذا في بنزرت. نجي نشرب الحوت يستقبلوا فيه استقبال رائع كان قاعد في التيران يغنوا يعني غنوا في اغنيتي المفضله ونشكرهم. يعني شنو اغنيتك المفضله؟ اكيد وي 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 ما احلى قولك يا زوي. هو إنسان محترم ما نقدرش كيف نوصف لك. أنا لأن أول مرة عملني مدرب معاملة حسنة يعني معاملة يعني مش كيف أي رياضي يعني عمل فيها يعني بأسلوب ممتاز بمعاملة ممتازة يعني إن شاء الله نتعلم منه لأنه هو لاعب كبير ويد النجم يلعب هو نجم يلعب لأنه يعني يعمل كفرونات بهين. هذا الثنائي مع بداية الموسم أكيد هو نبرقص يا زوي أرقص يا زوي أقص اليوم لا أقص أكيد إن شاء الله ديما نرقص إن شاء الله. في عمق دفاع الأمريكي بحمل بسوسة أحمد زوي حسن الحرباوي حسن الحرباوي مهد المحاولة مازالت لصالح النادي بنزرتي التوزيع زوي وهدف التعادل أحمد زوي وعدل احمد الزود بالدقه اللازمه يعرف وين يقف ويعرف كيفاش يسدد خاصه بالراس ما انا عنده تسديدات قويه اللاعب كما قلت لك ممتاز زاد المقابله فتحي صحيح لا نحكيو على الوقت الحاضر توا الى حد الان يعني الامل حمصوصه متاخر في النتيجه ب3-1 نعم. عمل اكثر اخطاء من نادي البنزرتي الاصلي دون اعتبار ما قد يضيفه الحكم هدف العادي هدف هو الخامس في رصيد هداف سيادي والبطولة واللقاء يعود إلى نقطة البداية. غني لي غني فيها جمهور سيابي قبل لك غني لي فيها نادي الاتحاد الليبي وي 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 أحلى قولك يا زوي. سدي عادة شوفوا باهي العملية زوي 1-2 تنفيذ المخالفة كرة ثابتة تتنفذ رأسية وهدف سوي سوي هدف العادة من سوي هدف العادة ورقصة العادة هدف جميل دور حضرية أحمد محمود سوي الهدف السادس إلى حد الآن في البطولة هدف السادس لمحمد يعني وحده كل راحة زي الكورة عمل جمعونا على ال نشكر قناة حنا باع على وجودها في قلب الحادث مش غريب على حنا باع سواء في المحافل الدوري التونسي وفي الدوري الليبي ومتابعة جميع المنتخبات العربية والفرق العربية يعني الحمد لله ربي على المردود والشكر لله. كيفاش المرحلة الأولى تمت نتاع الاتصالات بينك وبين نادي رابي بنزرتي؟ والله جيت أنا يمكن نهاية الموسم الفارط يعني جيت عن طريق صديق لي
وكيل الاعمال في مسؤوليه احمد اسحاق. قلت له انا نسمع النادي الهلالي، زرت نسمع النادي الاكرم الهلالي اللي كان يلعب في الليبي، اللاعب اللي يلعب من المنتخب. عرست انا هنا في زرت نزر عبد الرحمن في بيت صديق احمد اسحاق، والحمد لله يعني دعم مادي من سمادي واجريت العرس نتاعي. الاتحاد الليبي كانوا غنوا لي فيها يعني، وبالبطولات وبالمقابلات الممتازة غنوا لي فيها الماركي. صحيح كلمة نتاعها سيدخل ونغنوا. وي 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 احلى قولك يا زوي، تسجل ورقص يا زوي. وبعدين نعدوا جو ما نخرجش طبعا، ما عنديش الا المراه انا طبعا. اوكي صح انا ولد ندري نزلت توا، لكن ما عنديش الا المراه توا انا نقعد جنبها ندللها. والله الاغنيه اللي تسمعوا مغاني زوايا كيفاش؟ والله الاغنيه كلها الاغنيه التونسي شاقي. يا رؤيتي بتحلو ايامك تحلو معاك مع خيالك كنت ولا في بنزرة تحت؟ أنا كنت من الرياضيين شوني، أول ما جيت بنزرة أنا كليت اللبناني اللبناني، وبعدين الشباب يا ابن باركي. طموحك يعني في بطولة أفريقيا مع المنتخب الليبي؟ لا طموحي في بطولة أفريقيا أنا أقدم المستوى اللي يليق بالكرة الليبية ويليق بالناديين، نادي الاتحاد ونادي الرياضي اللي زرته. نحققوا لهم النتائج الايجابيه، نرفع راس العرب كافه سواء في المنتخب التونسي او المنتخب الليبي. جيرفينيو ومنهم يعني اسماء زوالت وكانت في عالم الكره الافريقيه والاوروبيه. هنا الكره وصلت في مكان الاسناني، يرسل كره عاليه ممتاز ولدينا هجمه مرتده الان، وعرضيه موجوده حاضره والكره بالراس. ياسر صلاح يرسل كره اماميه، ياسر هنا المطالبه موجود فيها. وسط الميدان طلب الكرة من احمد السويد، يحاول المرور امام اربع لاعبين من الخلف، يعطي كرة عملية واحدة اثنين سريعة ممتازة والتوغل في هذه المباراة. احمد السويد يتحسن على المخالفة، علي سلامة يلعب دوره في محاولة الدفاع. احمد السويد اليساري الذهبي في التمرير، خاتم الزعب امام لورانس دو واحمد السويد في اول كرة في عمق الجزاء منتخب غير الاستوائية. لم يتمكن لا كارسيا كوميز ولا كاميزو كوفاس، مثالية رائعة واحمد الشعيب، لكن تحرك مرة. سلامات سلامات لمهاجم النادي الرياضي البنزرتي، وهذا التدخل واضح كان من كارسيا كوميز.
المباراة الثانية عملت هذا الشوط الثاني من التشكيلتين بالنسبة طويلة الكرة باتجاه أحمد زوي في ضغط من جانب دي غارسيا كوميس فرناندو ترجع الكرة مرة ثانية كرة طويلة بعيدة تبقى بحكم الكرة بحكم المطر يمشي زوي والكرة عند رجال ليبيا في هذه المباراة من أجل النقاط الثلاث فالشعب هناك ينتظر يمشي يا زوي واحدة بركة يا زوي واحدة يا زوي جيبها يا زوي كرة لأحمد سعد يمشي أحمد سعد المغربي المغرب يحط كرة لزوي يحط كرة صدر ويحاول يدور زوي جيبها مليح ايهاب الجمال وين زوي هاي زوي بالراس وفرصة كبيرة للمنتخب الليبي فرصة أخرى خطيرة قريبة لمنتخب الفرسان ليبيا كان ممكن تجيب الثالث ليبيا كانت قريبة للثالث في الترسانو أول راسية خلال زوي منذ بداية البطولة النقطة القوية في أداء زوي الهجومي سعد المهالة كان في رأي لاعب فيما يبقى خبرته ومهارته مهارة فطرية ممكن يعاون هنا كرة ليبيا 3-2 ثلاثة نقاط ليبيا ما فيش كلام لن تعود زامبيا بعد الهدف الثالث ومساكن أحمد زوي كرة مرتدة اسم كبير للكرة الليبية صلاح سولة طبعا من أبرز ما أنجبت الكرة الليبية كانت ضمن المنتخب الإفريقي المختار في كرة إفريقيا 1982 في دورة ليبيا جمال عبد الله أحمد زوي ونال الورقة الدفاع وكذلك في وسط ميدان الرين أحمد زوي ويصادف والحارس والركن يضرب ويعطي الركن للمنتخب الليبي موسى سو هدف فريق ليل الفاش من هذه الركنية والراس والحارس خدم الدعاية الإعادة للهجوم المعاكس للمنتخب السنغالي بعد هذه الرأسية كرة في ظهر الدفاع لمبينكي وهجمة ليبيا جواب موديبي عالطاير أحمد الزوي باليسارية ومنتخب السنغال يعاين الأضرار جميلة جدا من اللاعبين اللون الأبيض منتخب ليبيا يدور مع الياس